بسم الله الرحمن الرحيم. نعلن نحن أعضاء التجمع العسكري بالمنطقة الشرقية، المكتب السياسي، المكتب العسكري، المكتب العشائري، المكتب الطبي، المكتب الإعلامي، نعلن انسحابنا من التجمع العسكري بالمنطقة الشرقية. وكوننا الأكثرية، يعتبر التجمع العسكري بالمنطقة الشرقية منحلا، وكل ما يترتب على التجمع لاحقا اعتبارا من تاريخه لا يمثلنا ويعتبر لاغيا للأسباب التالية: 1- عدم كفاءة رئيس التجمع. 2- عدم انسجام سلوك رئيس التجمع مع مبادئ التجمع. 3- عدم تنفيذ الوعود بما يخص كافة مكاتب التجمع. 4- الانفراد بالقرارات من قبل رئيس التجمع بدون الرجوع إلى بقية الأعضاء. ملاحظة: نحن قيادة التجمع الجديدة غير مسؤولين عن جميع التصرفات والقرارات التي تمت من قبل رئيس التجمع، وسوف نعلن عن هيكلة وتشكيل جديد لقيادة التجمع بكافة أعضائه ومكاتبه وبمسماه الجديد: تجمع ثوار المنطقة الشرقية، وعاشت سوريا حرة أبية، والنصر لثورتنا الكريمة، والشفاء العاجل لجرحانا، والرحمة لشهدائنا الأبرار. 5/2/2015.